بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعزائي طلاب المرحلة الثانوية الصف الثالث الثانوي، إليكم التوقع الثالث في اللغة الفرنسية، امتحان إن شاء الله جميل. وهنبدأ في الأول طبعا عشان ده امتحان إلكتروني لكتابة البيانات، وأنا مجهز طبعا البيانات أهو. بعدها هندوس على كلمة التالي وهندخل على الامتحان بتاعنا الأسبوع ده. أهو العنوان أهو من فوق بيقول التوقعات المرئية في اللغة الفرنسية الصف الثالث الثانوي التوقع الثالث. هنبدأ طبعا زي ما انتم عارفين بالوثيقة الأولى. شكل الوثيقة الأولى أهو، الرسمة الحلوة الجميلة دي شكلها كده إعلان، وإعلان عن إيه؟ عن سيرك. شايفين الرسمة بتاعت السيرك ده أهو، والعنوان هنا في النص بيقول إيه؟ أهو زي ما انتم شايفين سيرك دو سولي. سيرك دو سولي السيرك بتاع مين؟ بتاع السولي الشمس، مسمينه كده. فين يا ترى السيرك دو سولي ده؟ تعال نشوف كده، بيقول له سيرك دو سولي اريف، فالاريفي يصل فين؟ دان فوتر فيل، في مدينتكم. دو روان، مدينة اسمها روان دي ان فرانس، في فرنسا. بعد كده بيقول نو، طبعا اصحاب السيرك هم اللي بيقولوا المعلن، نو سيرون. معلش يا جماعة سيرون ده فالاتر في زمن اسمه فيتير سامبل اللي هو المستقبل البسيط، وده مش مقرر عليكم. احنا هنكون افيك فو معاكم من يوم كام؟ دي بريميه. بريميه يا جماعه اللي هي دي اختصار كلمه بريميه، الاول، من الاول يعني من يوم واحد او 6 جويه لحد كام؟ 7 جويه، 7 يوليو اللي هو 7/7. طبعا ده في فصل ايه؟ اكيد في فصل الايتي اللي هو الصيف. بعد كده بيقول تو لسوار، كل مساء، افانتر الساعة كام؟ 20. سو، طبعا انتوا خدتوا زمان الاتجاهات وعرفتوا كلمة سو عكس سير، سير على سو تحت. تحت ايه؟ تحت ليمونس تونت. ماشي يا جماعة كلمة تونت دي مش تونت اللي هي الخالة، لا تونت يعني خيمة. تونت خيمة. سو ليمونس تونت يعني سو لا جروند تونت، تحت الخيمة الكبيرة روج اي جون. طبعا عاطيني اللونين بتوع الخيمة روج اي جون، طبعا احمر واصفر. لو سبيكتاكل يا جماعة، كلمة سبيكتاكل دي كلمة مهمة جدا، العرض. لو سبيكتاكل العرض بتاع السيرك ده كومونس هيبدأ، يبقى كده هيبدأ الساعة كام كل مساء؟ الساعة 20. تروازور دو بليزير، 3 ساعات دو بليزير. مهم جدا كلمة بليزير، بليزير اللي هي السعادة، 3 ساعات من السعادة. جيسكا حتى ايه؟ جيسكا حتى، حتى الساعة كام؟ فان تروازور، حتى الساعة 23، يعني لحد ما نوصل لمرحلة اسمها مرحلة أو فترة لانوي الليل. لافان دو سبيكتاكل، طبعا لافان اللي هو النهاية بتاعت مين؟ سبيكتاكل العرض. كده يبقى العرض هيبدا الساعه 20 وينتهي الساعه كام يا جماعه؟ الساعه 23. دون لا جورني، خلال اليوم، خلال الفتره دي. افون، طبعا افون دي عكس ابري، افون قبل، ابري بعد. قبل لو سبيكتاكل قبل العرض. لو سيرك، ما لو سيرك؟ اي اوفر، هيبقى اوفر عكس فيرمي، اوفر مفتوح عكس فيرمي مغلق. السيرك هنا هيكون مفتوح او بيبليك، بيبليك اللي هم العامة اللي هم الناس، هيكون مفتوح من الساعة كام يا جماعة؟ دو ميدي، ميدي اللي هو طبعا الساعة 12 بالظبط اللي هي دوزور، كاترور دو لابري ميدي، لحد الساعة كاترور، الساعة 4 دو لابري ميدي بعد الظهر. الور عند اذن بيطلب من الناس، بيقول لهم فيني، طبعا فيني ده يا جماعه جمله امريه من فعل فينير، فيني تعالوا، ادميري ده من الانجليزي ادماير، ادميري تعجبوا بايه؟ تعجبوا بايه؟ بنوز انيمو، طبعا انيمو جمع انيمال بحيواناتنا، اي بارلي، وتعجبوا بايه كمان؟ بارلي تتكلموا اوز ارتيست، الى مين؟ الفنانين. دي الوثيقة، وثيقة جميلة جدا وجديدة. تعال نشوف كده الأسئلة، بيقول أول سؤال نمرو أن، بيقول سو دوكيمون الوثيقة دي أهو إيه؟ تكون إيه؟ أنيميل ولا إن أنونس
بيبليسيتير بالمناسبه يا جماعه انونس بيبليسيتير اعلان، ولا ان فورام اللي قلنا عليه منتدى، بس ده مش فورام ان ليني، منتدى على الانترنت، مكتوب فورام ارتستيك يعني منتدى فني. طبعا الاجابه الصح اكيد الثانيه اللي هي انونس بيبليسيتير اعلان. تعال نشوف رقم دو، رقم اثنين بيقول إيل ساجي دو كوا. السؤال ده جميل يا جماعه وجديد، إيل ساجي دو كوا عما يتحدث، بيتكلم عن ايه؟ الدوكيمو ده، الوثيقه دي، إيل ساجي دو كوا. يا ترى بيتكلم عن اون سيرك ولا ان تونت ولا ان سواري؟ وقلنا التونت اللي هي الخيمه، ترى الاساس بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن اون سيرك. رقم 3 بيقول لو سيرك دو سولي، ما لو سيرك دو سولي؟ ايه؟ يكون امتى؟ انيفير في الشتاء ولا انوتون في الخريف ولا انيتا في الصيف؟ طبعا قلنا فوق انه كان في شهر جويه، شهر يوليو، شهر 7، يبقى بالتالي انيتا في الصيف. تعال نشوف رقم 4 بتقول ايه؟ لو سبيكتاكل، العرض ده، اي سو اون تونت، طبعا تحت اون تونت اللي هو تحت خيمه، ان اون سول كولور، يا جماعه كلمه سول يعني وحيد، يعني لون واحد بس، ولا ان دو كولور ولا لونين ولا ان تروا كولور ولا ثلاث الوان؟ طبعا الاجابه الصح دو كولور، طبعا لونين. ليه يا جماعه لونين؟ عشان روج وجون، احمر واصفر. رقم 5 بيقول لو سبيكتاكل فا فينير، هينتهي، طبعا فا فينير ده مستقبل وفينير ينهي او ينتهي. لو سبيكتاكل فا فينير، يا ترى العرض هينتهي امتى؟ لانوي بالليل، لو ماتان الصبح، لابري ميدي بعد الظهر. طبعا احنا قلنا فوق انه هينتهي الساعه كام؟ 23 الساعه 23، يبقى كده ينتهي امتى؟ لانوي الليل. نيجي عند رقم كام؟ رقم 6. رقم 6 بيقول لي او سيرك اون بو، طبعا بو فالبوفوار نستطيع، في السيرك نستطيع ايه؟ يا ترى ادميري ليفيتمون، نعجب بليفيتمون الملابس، ولا ادميري لا ميوزيك، ولا نعجب بالموسيقى، ولا ادميري لي زانيمو اي بارلي اوز ارتيست؟ طبعا هي الاخيره، طبعا ادميري لي زانيمو، نعجب بمين؟ بالحيوانات، اي بارلي اوز ارتيست، كمان نتكلم مع الفنانين. هندوس كده كلمه التالي وننتقل بيكم للوثيقه الثانيه. اهو يا جماعه ظهرت الوثيقه الثانيه، وثيقه ان شاء الله تكون جميله جدا. تعال نشوف كده، اهو وثيقه حلوه جدا، هنقراها كده مع بعض. بتقول جراند فيت، طبعا يا جماعه فيت اللي هو ليها معنيين، حفله وعيد، هنا اكيد معناها حفله، وجاي لي كمان صفه قدامها اسمها جراند، وجراند كبيره، حفله كبيره فين؟ اوليس في مدرسه اهو اسمها جيل فيري، طبعا جيل فيري ده اسم المدرسه. طيب بيقول لي في اول سطر كوم، يا جماعه كلكم تعرفوا كوم ده بريبوزيسيون حرف جر معناه مثل، مثل لون ديرنيه، طبعا لون ديرنيه السنه الماضيه، يعني زي السنه اللي فاتت، كان الحفله دي تقام كل سنه، كوم لون ديرنيه. بيقول فيني تعالوا امتى؟ لو 28 جوان، يوم 28 جوان يونيو، فين ده؟ على جراند فيت، للحفله الكبيره بتاعت مين؟ دي ليسي. بيقول لي توت لا جورني، طول النهار، طول اليوم، من الساعه كام لكام؟ دو 9 ا 18، من الساعه 9 للساعه 18، يعني كده في فتره لو ماتان الصبح وكمان لابري ميدي بعد الظهر. يا ترى اللي بيحصل لو ليسي المدرسه اي سي جاردان، المدرسه او سي جاردان والحدائق بتاعتها سون اوفير او سون توفير، هيكونوا مفتوحين او بيبليك، طبعا مفتوحين للعامه، مفتوحين للناس. اكسبوزيسيون، مهمه جدا يا جماعه الكلمه دي، اكسبوزيسيون معرض، معرض ايه؟ دوبجي، خدنا في سنه اولى اوبجي الاشياء، بس دار ار اللي هو الفن، يبقى الاشياء الفنيه او الحاجات الفنيه، معرض للاشياء الفنيه، في اللي صنعت، اللي معموله بار ليزيلاف بواسطه التلاميذ. دان لا سال دو بروفيسور، المعرض ده يقام فين؟ دان لا سال، في صاله مين؟ في قاعه مين؟ دو بروفيسور المدرسين، فين دي؟ او بريمير ايتاج، بريمير ايتاج يا جماعه اللي هو الدور الاول.
تحتها بيقول فونت بيع دو ليفر بيع الكتب. فونت يا جماعة الاسم من فعل اسمه فوندر يبيع. فونت دو ليفر بيع الكتب. دان لا سال دو ليكتير دان لا سال دو ليكتير في صالة القراءة أو قاعة القراءة. ليكتير أو ريدو شوسي يا جماعة ريدو شوسي اللي بيسموها الدور الأرضي. في آخر سطر بيقول أبورتي أحضروا. طبعا دي جملة أمرية من فعل أبورتي يحضر. أبورتي فوت ريبا طبعا ريبا يا جماعة اللي هي الوجبة. أحضروا الوجبة بتاعتكم بور ديجيني للغدا دون لي جاردان في الحدائق بتاعة المدرسة. تعالوا كده يا جماعة نشوف الأسئلة طبعا فري ولا فو. بيقول لي سي لا بريمير فوا أول مرة كو إليا إن جراند فات أوليسي يوجد فيها إيه؟ إن جراند فات حفلة كبيرة أوليسي في المدرسة. يا ترى الكلام ده فري ولا فو؟ طبعا الكلام ده يا جماعة فو علشان دي أول مرة. هذا خطأ لأن الراجل فوق بيقول لي كوم لاندرني زي السنة اللي فاتت يبقى بالتالي يقام كل سنة. رقم دو بيقول لي ست فات الحفلة دي اي سولمون فقط يا جماعة بور لي زيلاف دو ليسي لطلاب المدرسة بس. طبعا الكلام ده خطأ اللي كاتب لي المدرسة هتبقى اوفير هتبقى مفتوحة او ببليك للعامة للناس يبقى الكلام ده برضو فو خطأ. نيجي عند رقم كام؟ رقم تروى لي فيزيتور اهو يا جماعه لي فيزيتور زوار بوف فعل بوفوار يستطيعوا ادميري يعجبوا بليز اوبجي دار الاشياء الفنيه دي زيلاف ممكن العامه والزوار يعجبوا بالاشياء الفنيه بتاعت التلاميذ. ايوه طبعا فري طبعا صح. رقم 4 اون بو اشتي نستطيع ان احنا نشتري دي ليفر كتب دان لو ليسي في المدرسه سو جور لا هذا اليوم. طبعا الكلام ده فري طبعا صحيح يعني رايك كاتب لي فيه عملية بيع للكتب هتتم. رقم 5 لو ريبا الوجبة يا جماعة اي اوفير تعرض فالأوفرير يعرض اي اوفير تعرض بار لو ليسي بواسطة المدرسة. طبعا الكلام ده فوق لان في اخر السطر بيقول له احضروا ابورتو لو ريبا احضروا الوجبة يبقى كأن المدرسة مش هي اللي هتقدم لو ريبا. رقم 6 اون بو ديجيني اهو اون بو ديجيني احنا ممكن نتغدى دان لا سال دو ليكتير في صاله او قاعه القراءه. طبعا الكلام ده يا جماعه فو لان الغدا هيكون فين يا جماعه؟ او جاردان في الحديقه. ندوس كده التالي ونشوف السؤال اللي بعده. زي ما حضراتكم عارفين بعد ما بتخلص الوثيقه الاولى والوثيقه الثانيه بندخل على مين يا جماعه؟ بندخل معلش هنا النت طبعا في مشكله هنشوف كده نجمع من الاول اهو. نشوف كده اهو اهو هندخل تاني اهو ايوه نشوف اهو يا جماعة. طبعا احنا كده دخلنا على السؤال اللي بعده اللي هو سؤال ايه يا جماعة؟ اللي هو سؤال المواقف اللي هو كيس كو فو ديت دان لي سيتياسيون سويفونت ماذا تقول في المواقف الآتية؟ تعالوا نشوف كده يا جماعة الموقف الأول بيقول ايه؟ ان كوبا فو ديموند صديق بيسألك عن لي برودوي ليتيي المنتجات الألبان كو فو ايمي اللي حضرتك بتحبها. يا ترى حضرتك بتقول ايه لما حد يسالك او صديقك يسالك عن منتجات الالبان اللي انت بتحبها؟ اقول جونيم با لولي ما بحبش لولي اللبن ولا جونومانجي با دو بير ولا ما باكلش دو بير زبده ولا جادور لو ياورت ولا بعشق لو ياورت الزبادي. طبعا الاجابه الثالثه جادور لو ياورت. رقم دو بيقول ان كوبا فو ديموند صديق بيسالك او يا جماعه كلكم تعرفوا او اين طبعا او فو اشتي اون جلاس اين تشتري اون جلاس الجيلاتي ده وشوكولا فو ديت تقول ايه؟ يا ترى اشتري فين الجلاس وشوكولا؟ يا ترى الا بولانجيري الا بوشري الا باتيسيري. طبعا يا جماعه الا بولانجيري اللي هو المخبز الا بوشري اللي هو محل الجزاره الا باتيسيري محل الحلواني.
طبعا عشان اشتري انجلاس وشوكولا لازم اروح فين؟ الا باتيسيري، محل الحلواني. تعال نشوف رقم 3 بيقول ايه؟ بيقول لي ان كوبان فو دي مون، صديق بيسالك سي. ماشي يا جماعه، قاعده سي في المنهج مهمه جدا، سي تساوي اف بالانجليزي. يعني ايه ده الشرطيه؟ ان كوبان فو دي مون، صديق بيسالك سي، هنا تديك معنى هل. معلش، يبقى صديق بيسالك هل فو بيفي، هل انت بيفي فعل بوفوار اللي هو فعل بوار، بوار يشرب، انت بتشرب دولو مينيرال، لو مينيرال مياه معدنيه او ماء معدني. فودي تقول ايه؟ هو بيسالني انت بتشرب مياه معدنيه، المفروض اقول له وي او نو. بس يا ترى فين الاجابه المفروض تبقى صح؟ اقول له وي اليا دولو مينيرال، ايوه يوجد دولو مينيرال، ولا وي دو لتر 2 لتر بارجور في اليوم، ولا مون بير ان بوا، ولا بابا بيشرب منه دو لتر 2 لتر. طبعا هي الاجابه الثانيه اللي هي وي دو لتر بارجور. رقم 4 بيقول لي ان كوبا فو دي موند، صديق بيسالك عن لاكتيفيتي النشاط، كو فو سافي. طب يا جماعه فعل سافي، فعل سافوار يعرف، اللي حضرتك بتعرف فير تعمله على مونتانيا في الجبل، مونتانيا الجبل. فوديت تقول ايه؟ اقول جي في دو الاسكالاد، يا ترى امارس رياضه الاسكالاد التسلق، ولا جي في مي دوفوار ولا اعمل واجباتي، ولا جي في دو لا ناتاسيون ولا امارس رياضه السباحه. طبعا يا جماعه هي الاولى ما دام في الجبل يبقى جي في دو الاسكالاد اللي هو امارس رياضه التسلق. نيجي عند رقم 5، رقم 5 بيقول فودي موندي ا فوتر امي، حضرتك بتسال صديق سكو ماذا. قلنا يا جماعه سكو دي ماذا؟ ماذا ايل اف، ماذا فعل؟ ده ماضي مركب يا جماعه، فعل افوار وفعل بيبي من فعل فير، يبقى ده ماضي مركب. يبقى انت تسال صديقك ماذا فعل ابري، قبل ولا بعد؟ طبعا بعد، بعد لفت، بعد الحفله. ايه اللي عمله بعد الحفله؟ ايه دي؟ هو يقول ايه؟ يقول جي بريباري، جهزت لي جاتو، دي ممكن الحركه دي يعملها قبل الحفله. جي ديكوري، زينت لاسال، دي كمان ممكن يعملها قبل الحفله. ولا جي مي، فعل متر يا جماعه يضع، وضعت لي فوتو دو لافات، صور الحفله شير مون بلوج على المدونه بتاعتي. طبعا اكيد الاخيره جي مي لو فوتو دو لافات شير مون بلوج، وضعت الصور بتاعت الحفله على مين؟ على البلوج بتاعتي، على المدونه بتاعتي. رقم 6، رقم 6 توم بيتي فرير، اخوك تو ديموند بيسالك، السؤال بيقول ايه؟ كي ترافاي او سوبر مارشي، مين بيشتغل او سوبر مارشي في السوبر ماركت؟ ودي تقول ايه؟ اقول بيشتغل في السوبر ماركت لو فارماسيان، ولا لو كوافير، ولا لو فاندور. طبعا يا جماعه هو لو فاندور البياع. رقم 6، رقم 7 فوزا في في بوكو دو فيلو، انت مارست كثيرا من الفيلو من ركوب العجل. فوديت اتامر، تقول لوالدتك ايه؟ اقول لها جي مال، اجد الم في ان اودون في الاسنان، ولا جي مال او جامب، ولا في السيطان في الاقدام يعني، ولا جي مال اوزيو، ولا اجد الم او اشعر بالم اوزيو في العينين. طبعا اكيد يا جماعه واحد بيبدل بالعجله يبقى اكيد يقول جي مال او جامب اللي هو اجد الم او اشعر بالم في السيطان. رقم 8، رقم 8 بيقول فو ديموندي ا فوتر امي، انت بتطلب من صديقك دالي انه يذهب اوليس او ميوزي للمتحف افيك فو، معاك. فو دي تقول ايه؟ يا ترى لما تطلب من حد يروح معاك تقول له ايه؟ اكيد اعمله له على اي سؤال، اقول له جو بريفير الي او كلاب، ولا تي فو، انت تريد الي او ميوزي افيك موا، ولا اويلو كلاب. طبعا الثانيه يا جماعه اللي هي تي فو الي او ميوزي افيك موا، انت تريد الذهاب للمتحف افيك موا معايا. بعد كده رقم 9، رقم 9 في المواقف بيقول لي فو اكسبريمي، انت تعبر سكو، ماذا فو بريفيري، ماذا تفضل اوليسي. فو دي تقول ايه؟ يعني انت بتقول اللي انت بتفضله في المدرسه، ايه الحاجه اللي ممكن تفضلها في المدرسه؟ اقول جي بريفير لو سي دي اي، ما انساش يا جماعه السي دي اي خدناه في سنه اولى لمركز التوثيق والمعلومات اللي تكون في المدرسه. ولا جي بريفير لا تي في التلفاز، ولا جي بريفير لو شون، ولا افضل الحقل لو شون. طبعا هي الاولى يا جماعه، طبعا جي بريفير لو سي دي اي. نيجي بعد كده السؤال اللي بعده بعد المواقف، طبعا حضراتكم عارفين ان بيجي بعديه سؤال لا جرامير القواعد، يبقى عندي 10 جمل اختار، بس بيجي في الامتحان 11 واحنا بنحل 10، بس ان شاء الله نحل 11 كلهم. نيجي كده يا جماعه، اول جمله بيقول جو دي سون، جو دي سون، فعل دي سوندر ينزل، نوبات ترين، طبعا ده القطار. يا ترى المفروض اقول دو ولا دي ولا دولا؟
طبعا يا جماعة معروف ان كلمة تران القطار دي مفرد مذكر، يبقى بالتالي ناخد التانية اللي هي دي المضغومة بتاعت المذكر، دي تران انزل من القطار. رقم دو بيقول لك كومون فو، كومون فو سؤال، كومون فو نقط ديبلاسي ان فيل. طبعا يا جماعه لو بصيتوا الفعل ديبلاسي وجايب الاختيارات سو ولا نو ولا نو ولا فو، طبعا كده بيعلمني ان الفعل اسمه سو ديبلاسي، فعل يتنقل، فعل ذو ضميرين. طبعا شغال هنا مع الضمير فو في السؤال، يبقى بالتالي فو تجيب معاك ايه كمان؟ تجيب معاك فو، يبقى فو فو، لان الفعل ذو ضميرين قلنا سو تتقلب اربع مرات وبتثبت مرتين، تتقلب مع جو تبقى مو، تتقلب مع تي تبقى تو، تتقلب مع نو تبقى نو، تتقلب مع فو تبقى فو، وتبقى سو مع اثنين مع ايلو الى فيك اس. فانا هنا شغال مع فو، يبقى هنختار فو. طبعا نيجي عند رقم كام؟ رقم تروا، رقم ثلاثه، سؤال جميل جدا بيقول لي نقط فواتير تي شوازي. طبعا هنا عايز اختار كلمه الاستفهام كل المناسبه مع كلمه مين يا جماعه؟ مع كلمه فواتير اللي انا مظللها دي. طبعا فواتير السياره، والسياره مفرد مؤنث، يبقى ناخد كل باتنين ال طبعا دوبل ال. نيجي عند رقم كات، رقم اربعه بيقول ايل اتون. طبعا يا جماعه اتون فعل اتوندر ينتظر، وينتظر ما بياخدش حرف جر مع وسائل مواصلات، بياخد اداه تعريف. فانا عندي كلمه لوبيس، يا ترى تاخد ايه؟ تاخد ان حرف جر، ولا دون حرف جر، ولا لو اداه تعريف؟ احنا قلنا التندر بتاخد اداه، وبالتالي نقول لوبيس ينتظر الاوتوبيس. نيجي عند رقم 5، رقم 5 بتقول اون نقط فا بور فير دو باتان. طبعا هي النقط محطوطه بين اون الفاعل وما بين فا الفاعل، وفا ده فعل اللي يذهب، واللي يذهب يذهب لمكان. يعني احنا كده عايزين ضمير يحل محل المكان اكيد. يا ترى الضمير بيحل محل المكان ان ولا اجرك ولا الوي؟ طبعا اكيد اجرك، يبقى اوني فا نذهب اليه بور فير دو باتان، عشان مارس اداره الباتان التزلج. رقم 6، رقم 6 بيقول نوسوم، نحن نكون ايه؟ نقط زوي. طبعا يا جماعه زوي ده اسم واحد، اسم شخص، اسم عاقل، وبالتالي اكيد نحن نكون عند زوي، يبقى بالتالي حرف الجر المناسب هنا شيه. طبعا عنده، وقلنا شيه بيجي بعديها عاقل، او بيجي بعديها مهنه، او بيجي بعديها ضمير توكيد. بعد كده رقم 7 بيقول دوما، ويا جماعه انتوا عارفين كلكم دوما دي اللي انا مظللها اللي هي غدا، وبالتالي تشتغل في زمن الفتير المستقبل. واحنا ما خدناش غير فتير واحد، فتير براش، مستقبل قريب يتركب من تصريف فعل ال زائد الفعل في المصدر. يعني لازم تصريف فعل ال في الاول زائد مصدر الفعل. يا ترى في الاختيار الصحيح هنا؟ يا ترى في ولا في ال ولا سوي ال؟ طبعا في الاولانيه دي بريزون مضارع، في ال الثانيه هي دي المستقبل طبعا، في وال. حد ممكن يقول لي طب ما هنا في اثنين اللي، طبعا اللي الاولى ده فعل مساعد بمعنى سوف، لكن اللي الثانيه ده الفعل الاصلي. اما الثالثه سوي اللي ده ماضي مركب، عندي سوي فعل ات واللي البي بي من فعل اللي، يبقى الاجابه الصح هي الوسطانيه عشان كلمه دوما غدا. نيجي عند رقم 8 ويت بيقول سي، يا جماعه سي قلنا قاعده سي اللي هي اذا. طبعا اذا كانت الموجوده بس في المنهج، بيجي الجمله الاولى فعل الشرط في المضارع زي ما انتم شايفين كده، يبقى الجمله الثانيه هتيجي فين؟ هتيجي في الامبراتيف في الامر، لازم في الامر. طب الامر هنا لازم تصريف الفعل يا اما مع تي يا اما مع فو يا اما مع نو. فانا اشوف كده الضمير اللي من قدام اقول له انا ظللته لكم ده اللي هو فو، يبقى بالتالي عايزين الفعل كده من ورا في الامر مع مين؟ مع فو. سي فو زيت الريتار، لو انتوا الريتار متاخرين او لو حضرتك متاخر نقط اون تاكسي. يا ترى قول برون ولا برن ولا برن؟ طبعا الاخيره برن عشان شغالين مع فو، يبقى تصريف الفعل مع فو. رقم 9، رقم 9 بيقول جو نيتيدي افيك نقط. طبعا يا جماعه هنا لو حضراتكم ملاحظين ان انا عندي نو من قدام اهو، نو اتيدي يعني نيتيدي، طبعا دي جزء من النفي كده، انا عايز بقيه النفي، يعني لا اذاكر مع، مع مين؟ افيك، افيك، افيك مين؟ افيك بيرسون ولا بلو ولا جماعه، عايزين كلمه نفي. طبعا بيذاكر يا جماعه بيذاكر افيك كيلكان مع شخص ما، ونفي كيلكان هي بيرسون، يبقى كده النفي بتاعنا جو نيتيدي افيك بيرسون، يعني ما بذاكرش مع حد. رقم 10، رقم 10 نقط دو تون، ما ننساش يا جماعه ده سؤال اهو اخر علامه استفهام في الاخر. نقط دو تون يا جماعه، التون هنا مش معناها طقس، هنا معناها الوقت، وعندي قدامها دو. ايه كلمه الاستفهام بتاخد دو وبعديها اسم؟ طبعا هي كلمه كومبيان. طب لو احنا قرناها كومبيان دو تون، كم الوقت اللي فو اللي ريستي اللي انت هتمكس فيه على بلاج، على البلاج؟ طبعا كومبيان دو.
كومبياندو. ندوس كده يا جماعه التالي ونخش كده على السؤال اللي بعده اللي هو السؤال بتاع مين يا جماعه؟ التعبير اللي هو بيقول لي السؤال الاول اهو ريبوندي اجب اسيميل على الايميل ده بارتور وفراس كومبلت بثلاث جمل كامله. طبعا يا جماعه هجيب للراجل ايميل في ثلاث اسئله، المفروض انا بجاوب على الثلاث اسئله بثلاث جمل كامله صحيحه، تحترم القواعد خاليه من الاخطاء الاملائيه او القواعديه او النحويه. طبعا يا جماعه هنقرا كده الايميل بتاعنا بس انا جايبه طبعا اختاره عليه اربع درجات. بيقول لي سالو تي فا او، بيقول لي انت رايح فين؟ لو سوار دو ويكند، في مساء اللي هو نهايه الاسبوع او نهايه الاسبوع مساء. كمان افيك كي، ومع مين؟ كمان كيسك تي فا بورتي، وماذا سوف ترتدي؟ يا ترى الإجابة الأولى هي اللي صح ولا الثانية الصح ولا الثالثة الصح؟ تعال نقرأ كده الإجابة الأولى، سالو جي في أو ليسي، بروح الليسي، طب أنا بروح الليسي في الويك إند؟ لسوار؟ صعب طبعًا، افيك ميزامي جو بورت أون يونيفورم سكولار، وبرتدي كمان زي مدرسي، الكلام ده كله في الويك إند؟ طبعًا الكلام ده خطأ جدًا. طب الثانية واحدة بيقول لي سالو جي في أو سينما، بروح السينما، كويسة دي؟ افيك ميزامي، برضه كويسة، بس بعد كده بيقول جو بورت أون يونيفورم سكولار. طب انا رايح السينما البس يونيفورم سكولار؟ طبعا ده صعب. لكن الاخير بيقول لي سالو جي في او سينما، بروح السينما، جي في افيك ميزامي، بروح مع اصحابي، جي في بورتي، شايفين يا جماعه مستقبل اهو، سوف ارتدي ايه؟ اون جين اي ان شيميز، بلبس بنطلون جينز كمان وان شيميز قميص. طبعا هي الاخيره طبعا هي الاجابه الصحيحه، ونضغط على التالي ونروح كمان مع بعض على الموضوع الاخير النهارده. طبعا الموضوع الاخير هو عباره عن ايه؟ بيقول لي ايه في العنوان؟ تريتي لو سوجي، تعامل مع الموضوع سويفون التالي اون سانك فراس كومبليت، بخمس جمل كامله وتكون طبعا صحيحه. طبعا هنا جابوا اختار علشان ده امتحان الكتروني عشان يتم التصحيح مباشره، وبالتالي واجيب للراجل عدد من الجمل، عايز اختار الخمس جمل الصحيحه اللي تنفع مع الموضوع ده. والموضوع يا جماعه ليه خمس درجات، فالموضوع بيقول لي فوزا لي ايدي، انت سوف تساعد مين؟ ايديه، تساعد فوتر مير والدتك في ايه؟ فير لوميناج، فير لوميناج يا جماعه يعني ترافاي على ميزون، يعني العمل في المنزل، ان انا اشتغل في البيت، في عمل البيت. ديكريفي، اوصف ايه يا جماعه؟ اوصف سوك فوز اللي فير، ماذا سوف تفعل؟ ايه اللي انت هتعمله؟ طبعا نحب ننبه ان هنا اكيد الموضوع كله هيبقى في زمن الفتير المستقبل علشان اللي فير، وبالتالي الاجابات الصحيحه اللي ممكن اعملها في البيت شغل المنزل. طب اقول جي في فير مي دوفوار، هعمل واجباتي، طبعا الكلام ده غلط. جي في فير لولي، اعمل السرير، ايوه عشان ده من شغل المنزل. جي في فير دو سبور، همارس رياضه، طبعا لا. جي في فير لا فيسيل، احنا عارفين يا جماعه فير لا فيسيل يغسل الاواني او المواعين، طبعا هو ده الصح. بعد كده جي في رونجي ما شامبر، هرتب الغرفة بتاعتي، طبعا ده صح. جي في ناجي، هعوم، طبعا الكلام ده غلط، هعوم ازاي في المنزل؟ طيب ده من شغل البيت، ما ينفعش. ولا جي في ريباسي مي فيتمون، طبعا ريباسي مي فيتمون اكوي الهدوم بتاعتي، طبعا ده صح. اما الاخيرة جي في باسي لاسبيراتور، طبعا باكنس بالمكنسة الكهربائية، جي في باسي لاسبيراتور، طبعا الكلام ده صح. تعال نشوف كده عملنا كام جملة اهو، الملونين اللي قدام علامة صح، خمس جمل. هنضغط كده ارسال ونبعت الامتحان ونشوف حصلنا على كام درجة في الامتحان ده. اهو يا جماعة هنعمل عرض نتيجة، هنضغط على عرض النتيجة ونشوف النتيجة بتاعتنا كام من 40. شوف كده النتيجة اهو، ظهرت يا جماعة النتيجة قدامكم اهو، مكتوب ايه من فوق اهو، اجمالي النقاط 40 من 40 كرانت سير كرانت. وبكده يا جماعه احنا خلصنا كده التوقع الثالث، ارجو يكون الامتحان ده جميل وحاز على اعجاب حضراتكم، وطبعا ده في اطار المراجعات بتاعتنا الاسبوعيه، ونلتقي كل ان شاء الله اسبوع مع امتحان جديد. ما تنسوش المشاركه في القناه والاشتراك في القناه، والاشتراك طبعا ده مجاني بالضغط على كلمه اشتراك، وما ننساش ندخل على نفس الامتحان ده مره اخرى ونحله كمان من خلال الرابط اسفل الفيديو، الرابط ده هيوجهك طبعا للصفحه بتاعه الامتحان الالكتروني، متمنيا لكم ان شاء الله دوام التوفيق والنجاح مع قناه مسيو صابر فرغلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.